هنا شارع محمد السادس مدينة الدار البيضاء، حيث سيمر الخط الثالث للترامواي. الفاس بريس نزلت إلى الشارع لتعرف آراء المواطنين حول مدى نجاعة هذا المشروع في هذا الشارع بالعاصمة الاقتصادية. مزيان اللي غادي يوصل للخدمة وداك الشيء، ولكن البيع والشراء غادي يقتلها بحال سميتو بحال شارع محمد الخامس، هو ما بقاش فيه ما يتشافاش، كان مزيان مروج وداك الشيء، دابا لا. هنا حتى هو الا مشى تيدوز من هنا يقدر يقتل الطريق ويقتل اللي بيع والشراء، حيت الرواج هو اللي مهم، الاقتصاد هو المهم. اما باش الركاب راه الركاب مزيان ليهم، مزيان ليهم اللي بغى يوصل للخدمة ديالو. المدينة هي هادي صافي. شي ترامواي من اي شارع كيدوز كيقتل المحلات ديالو وكيقتل التجار ديالو. الطوموبيل ما كيبقاوش لي باركينغ بزاف، ما كيبقاوش الناس يستاسيوني. اي شارع كيدوز منه الا لاحظتي تقدر السومة ديال المحلات تنقص. فهمتي، محل كان ساوي مثلا 120 مليون يولي يساوي 60 مليون ولا 80 مليون. اي شارع كيدوز منه كيقتل. لا ما مزيانش. نعم اسيدي، الترام الا لازم محمد السادس غادي يضيق المساكين. هذا البائع متجول، كاين اللي عنده سته الاولاد سبعه، كاين اللي عنده طريطات، كاين اللي داير القرعات كله باش مكلف، كاين اللي واحد غير في راسو في السير وفي الماكله ديالو، خبزه ما كيصورها في النهار. وإلا داز الترام غادي يضيق هاد المساكين، فين غادي نمشيو نصيفطو حنا هاد المساكين هادو؟ واش يعودوا ينعسوا في الزنقه او يبقاو متشردين هما وولادهم؟ هاد الشيء خصو شي حل، خصو الحل لهاد الناس هادو. كل عام كيقول لهم غنعطيوكم البلايص، نديروا لكم هنا، ما كنبيعوا ما تنشريو. هاد العواش راه ما بعنا فيها ما شرينا، ضغطت علينا السلطه واحد الضغط شديد، ما بعنا ما شرينا، شدينا السلعه من موالي الحوانت وقعدنا بها والو، حتى شي حاجه ما صورناها هنايا، وحنا قاعدين تنضيعوا في ايام الله وايام الوطن. واخويا الا داز الطرام من هنايا غيزاحمنا حنا وغيجريو علينا، ما غيخليوناش نبيعو ونشريو نهائيا، وغيولي الضجيج ديال الفراشة باش يقطع يمشي يدخل السوق ديال كراج علال، باش غيدخل القيصرية لداخل غتجي واعرة. طرام هو ديز والغاشي بزاف، كاينين البشر بزاف ديال الناس، ماشي كاين واحد ولا جوج. نهار الاربعاء والست تبارك الله راه الغاشي هنايا راه ما شاء الله، راه غير اليوم اللي شوية ناقصة، لقاش بنادم مقدم على المناسبة ديال العواشر قليلة. ما كون جيتي الاربعاء الاخرى اللي داز وتا ما شاء الله بزاف ديال البشر، عاد باش غيدوز طرام والطرام والطاكسيات، وعاد الناس اللي غادي هازين السلعه غادي هابطين لدرب عمر بزاف تبارك الله، ماشي واحد ولا جوج، راه خير الله البشر. ايوا هادشي اللي غنوصل لكم. هو نورمالمون واخا كاينه القيصريه وكاين غيكون واحد العرقله في السعر، ولكن غادي يخفف بالنسبه للناس اللي خدامين في سونتر فيل، وما كيلقاوش بعض المرات الطاكسيات مثلا سباته ولا 81، راه انسان كيبقى خارج مع الخمسه كيولي واصل لدارو حتى 98، يعني هذا فيه اختصار ديال الوقت، انسان غادي يلقى الترونسبور ديالو. ومن واحد الناحيه بالنسبه للناس اللي ساكنين هنا ولا الناس اللي كيتاجروا هنايا، راه ضروري غادي تكون واحد العرقله، ولكن واحد 60% ولا 70% غتعاون الناس اللي خدامين بالنسبه للترونسبور ديالو. الا داز راه مزيان، ولكن غير واحد النقطه للناس ديال الفراشه اللي غيضرهم، هما اللي قومان عايشه من هاد الفراشه هادي، هما اللي غاديين يضروا التجار ديال هاد الشارع، هما اللي غيضروا. اما الترامواي راه مزيان، فين ما كان راه مزيان. اللي من مزيان الترامواي؟ ومزيان الركاب، مزيان الناس اللي خدامين، ومزيان الناس اللي غاديين يمشيو لبلاصه وبيت. اما الناس اللي بالنسبه للفراشه هي اللي غادا تموت في هاد الشارع. بالنسبه للخط الشطر اللي باقي مازال باغي ما كملوش في شارع محمد السادس، بالنسبه لي انا الى داز هو اصلا محبوس، اصلا الشارع محبوس، يعني السيركيلاسيون تقايله، ولا تزاد عاوتاني غادي تعاود ثاني غادي تزاد غادي عاوتاني مازال غادي يوقع السيركيلاسيون غادي تقال كثر من هكا مازال. يعني انا بالنسبه لي انا من الاحسن كيبان لي محال واش غادي يصدق هذا البروجي في هذا الشارع هذا. يعني بالنسبه لك الترامواي هنا ما مزيانش؟ لا محال ما مزيانش، خصوصا في هذا الشارع هذا، شارع محمد السادس. اختلفت اراء المواطنين حول مدى نجاعه الترامواي بشارع محمد السادس بمدينه الدار البيضاء، حيث لاحظتم ان هناك من يؤيد فكره انجاز هذا المشروع خاصه بالنسبه للموظفين والمستخدمين، اما اصحاب الفراشه فلهم راي اخر، حيث يؤكدون ان هذا المشروع سيؤثر كثيرا على مدخولهم اليومي.